السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. معكم قناة بيلا تيفي، ما تنسوش الاشتراك في القناة ديالي باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد الحلوة هشيشة بزاف ديال الفورماج وديال الشكلاط والكاوكاو وغمستها، وغادي نقول لكم المقادير اللي درت فيها، كانت شي غزالة وهشيشة. عندي هنا كاس ديال الزيت، وكان زيت عليها نص كاس ديال الزيت، كندير الكاس ونص ديال الزيت. وهنايا عندي الكاس ديال السكر كلاصي ما وصلش، 250 غرام ديال الزبده، وواحد صاشي ديال الفاني، ربع ديال الفرماجات. وكندير هنا المذاق ديال الناطا، اي مذاق عندهم، كاين المذاق ديال الفاني، يعني المذاق بغيتو ديروه ديروه. كندير هنا الزبده، 250 غرام ديال الزبده، كنزيد عليها سكر كلاصي. انا درت هنا سكر كلاصي سبيسيال، يعني ما كيكونش حلو بزاف. وكنزيد كنخلطها مزيان في هذيك الزبده. انا درت الزبده المانكارين هاك، كنزيد كنخلط مزيان باش تدخل هذيك السكر في الزبدة باش يولي كريمي. كنزيد عليها الفورماج ربعة، الفورماج اللي متوفر عندكم، انا درت فورماج لافاش كيري على حسب الذوق ديالكم. كنزيد عليها العجينه، الكاس ديال الزيت ونص كاس، يعني كندير كاس ونص ديال الزيت، كنخلطها كمزيان باش ما تبقاش هكاك الزيت، نخلطها مع الزبده والسكر مزيان. عفوا راني درت معها قصبه ديال الملحه، شويه ديال الملحه، نسيت ما قلتها. المهم كنزيد هكا كنخلط مزيان، ملي خلطت كاع المكونات درت فيها داك المذاق والساشي ديال الفاني، وهكا كنخلط كيولي الخليط بحال كريمي. كنخلط مزيان بيديا، هانتوما كتشوفوا معايا الفيديو كيف صوبتها، شفتوا كي كتجي هذيك الزبده، يعني كنخلطوها مزيان هكا كتجي رطبه. كندير هنايا الدقيق، دقيق على حسب الخليط، انا دقيق غربلته مزيان. وكنديروا الحلوه، كنديروا شويه بشويه باش يتجمع الخليط ديالي. كنبقى هكا كنزيد هكا الطحين شويه بشويه وكنجمع حتى تجي رطبه بحال هكا كتشوفوا معايا. هاني كنوري لكم الحلوه، خاص العجينه ديالها ديما تكون رطبه باش تجي لكم هشيشه وكتذوب في الفم. الا درتوها قاصحه ما غاديش تجي لكم مزيانه.
انا درت ليها تشكيل ديال الهلال، يعني الاشكال على كيما بغيتو نتوما. انا صوبتها بيدي وكنزيدها كي كنكمل الطريقه كامله حتى العجينه كامله اللي عندي. كتجيني هكا الكمية، يعني كتجي كمية بزاف. انا خرجت لي 3 ديال السواني هكا، درتهم على شكل ديال الهلال. صراحة كتجي كتدوب في الفم. دابا درت الفران يكون سخون، انا درتها تطيب على نار مهيلة، مشطر مزيان لداخل. والتزيين انا درت هنايا الشكلاط، انا استعملت شكلاط كالا، وانتم استعملوا الشكلاط اللي بغيتو. دوبتها هنايا في حمام ديال مريم، ودرت هنايا الكاوكاو، درتو الكاوكاو بالقشور ديالو، حمرته في الفران مع واحد معلقه ديال الزيت وصافي. طحنته هكا كيجي مهرمش، وكنغمس هكا هذيك الحلوه في الشكلاط وكنديرها عاوتاني في الكاوكاو. كتجي زوينه بزاف، وتزين على حسب الذوق ديالكم، يعني بغيتو ديروا في الشكلاط او ديروا في سكوار كلاسي، يعني اللي بغيتو نتوما. يعني التزيين كيكون على حسب الاختيار ديالكم. وكنزيد هكاك حتى نكمل الحلوه اللي عندي كامله.
هي الحلوة كي كتجي كتجي غزالة، هي يعني كتجي كمية كبيرة ماشي غير شوية، يعني كتجي فنة البنات، كتجي زوينة. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو اللي درت لكم، حلوة ديال الفورماج، كتجي غزالة وكتجي يعني هشيشة وكتذوب في الفم. وما تنساوش الاشتراك ديالي في القناة ديالي، ديروا لايك وشي تعليق زوين بحالكم الغزالات، ودمتم في رعاية الله.